21 دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على موجات راديو ميد موش تصبيح. مكملين معكم حتى النص نهار. مع بداية موش تصبيح حكينا بكري شوية مع المواطن النابلي اللي كان يخدم ويقدم في تبرعات باللي ماسك بلاستيك متاعو، وذلك ما قلنا راهي خدمة برشا عباد أخرين وبرشا متطوعين أخرين، خاصة أنه اليوم الحديث الكل على جنودنا. اليوم جنودنا اللي باش يتحطوا في الصف الأول لمقاومة الفيروس هذايا من إطار طبي وشبه طبي، أعوان الأمن، قوات الجيش الوطني، هذوما الناس اليوم مستحقين اليوم لمساعدتنا والوقوف معاهم ولتوفير كل المستلزمات. والخدمة هذايا راهي ما ينجمش كسوى السلطة المركزية وإلا السلطة الجهوية وإلا السلطة المحلية، ما تنجمش وحدها، كما قولوا إيد واحدة ما تصفقش، لازم مجهودات وتضامن مع من الناس الكل، كما قلنا من السلطات الجهوية، من المجتمع المدني، من الناس اللي تحب تنجم وعندها الإمكانيات باش تتبرع. هذاك علاش باش نحكيه اليوم وناخذوا معلومات على المجهودات اللي قايمة بهم السلطة الجهوية في ولاية نابل هنا، وين وصلت المساعدات هذية، التبرعات هذية، كيفاش قاعدة تصير الخدمة ككل. باش ناخذوا معنا والي نابل سي محمد رضا مليكة. مرحبا بك سي محمد. مرحبا بك مدام، صباح خير، ومرحبا بك وكافة مستمعيك. شكرا لك. دونك سي محمد رضا، المجهودات اليوم مجهودات الولاية كما قلنا ومجهودات المجتمع المدني ومجهودات المتبرعين، وين وصلت اليوم في فيما يتعلق مثلا بتوفير التجهيزات الوقائية لنبدأ مثلا بأعوان الأعوان اللي يخدموا في المؤسسات الصحية من إطار طبي شبه طبي، الموظفين والعملاء والناس اللي موجودة في الصف الأمامي؟ صحيح، هي الحقيقة الاستعدادات والمجهودات بدأت منذ الحقيقة حوالي أسبوع 10 أيام تقريبا، استعدادات لتوفير أكثر عدد ما يمكن من وسائل الوقاية بالنسبة للإطار الطبي والإطار الأمني والإطارات الإدارية كذلك، يعني كل الأطراف والهياكل اللي متدخلة في موضوع الفيروس. الحقيقة هي مناسبة باش نشكر فيها المجهودات الأخرين، كل الشركات الحقيقة الخاصة، مكونات المجتمع المدني، البلديات، السادة أعضاء مجلس نواب الشعب لمساهمتهم في اللجان المحلية للتضامن والتآزر الاجتماعي، يعني الحقيقة كل الأطراف وعديد المجهودات اليوم اللي مبذولة من أجل توفير ما يمكن توفيره أمام هذه الأزمة اللي نعيش فيها اليوم بانتشار هذا المرض. هو الحقيقة لحد اليوم وفرنا تقريبا حوالي 12,000 يعني كمامة طبية، دونك اللي ماسك دو بروتيكسيون بالنسبة هذوما اشترى موقع 6,000 تقريب كمامة وقع توزيعها على الإطارات الطبية وعوين الصحة العمومية وكذلك على الإطارات الأمنية. وخلال الأيام القادمة إن شاء الله باش نكملوا البقية، وعنا إن شاء الله بالنسبة للأسبوع القادم فما باش نحاولوا نوفروا مع شركة أجنبية، وهذوما الحقيقة 12,000 هو مجهود وسوفرم دودون فيهم 10,000 سوفرم دودون من شركة أجنبية منتصبة في دار شعبان الفاري، و2,000 كمامة كذلك وقع يعني من طرف المجتمع المدني وسيدات يعني وعاملات في جهة تزركة الجميلة، وقع توفير هذا العدد وماشيين اليوم نسلموه إن شاء الله بعد شوية يعطيهم الصحة ديركتومون من المعمل، يعطيهم الصحة ونوجه لهم تحية للناس الكل. ما نعرفش نجم نذكر الشركات ولا سوفورم دو بيبليسيتي؟ لا والله أنا ما شوفش ما بيبليسيتي في الحكاية ذي، ما يسالش الناس اللي تعمل في الخير مرة بينا، ما عادش ثم حسابات في الوقت هذا بيبليسيتي ولا مش بيبليسيتي. الشركة اللي وفرت هاللي ماسك هي شركة أوفشور بتبيع تخدم يعني في جروب أمريكا، فوضنا معها فهمت وجو بحثية للولاية الحقيقة وفرونا أندون ب10,000 ماسك دو بروتكسيون يعطيهم صحة المجهود هذا أونيويل اسمها شركة أونيويل، وكذلك هي توفر بمقتضى يعني احنا بالنسبة للولاية كان تبرع تام يعني سي أندون،
جراتويتمون. بالنسبه لوزاره الصحه هي عملت شركه هذه عقد مع فارماسي سنترال توفر تقريبا 30 ألف ماسك كل اسبوع وكذلك مع وزاره الداخليه تقريبا كل اسبوع توفر 15 ألف ماسك كذلك. يعني فم مجهود كبير من طرف الشركه هذه. بالنسبه للمعمل اللي حكينا عليه في جهه تزركه هي الحقيقه العاملات غادي دي بينيفول فهمتي اللي يوفرونا هالكمامات هذوما وعندنا كذلك وعود ان شاء الله موعد يعني من شركه منتسبه في الزون اندستريال في بني خلات بتوفير من هنا لاخر الاسبوع القادم ان شاء الله 15 ألف قناع وقي دي ماسك شيروريجيكو، وهذا هام جدا الحقيقه. الشركه كانت في حاله توقف واليوم الصباح الحقيقه انضيت على الترخيص نتاعهم واستقبلت المانجير نتاعهم المدير التنفيذي للشركه، وهي شركه سي ان جروب المون مديرها تونسي بطبيعه الحال، هو الحقيقه اللي وعد وان شاء الله يوفر لنا الكمية الهامة اللي باش تعاوننا بشكل كبير. كذلك باش يوفرونا ان شاء الله نفس الشركة هذه تقريبا 15 ألف كومبينيزون جوتابل، وهذا سي تريز امبورتون و اسونسييل بالنسبة لنا احنا لتوفير الوقاية اللازمة لإطارنا الطبي والشبه الطبي وكافة العوان الصحة على المستوى الجهوي. نقول هنا لاخر الاسبوع القادم ان شاء الله يكونوا حاضرين هذوما دي كومبينيزون جوتابل. فوالا البارح كذلك وفرنا حوالي 100 كومبينيزون، اما هذوما لي كومبينيزون ميديكال يعني يتلبسوا ويتغسلوا ويتعاودوا يتلبسوا. دونك وقع زاد توزيعهم على الاداره الجهويه للصحه. هذايا على المستوى الكمامات اللي كومبينيزون. كذلك مجهود الولاية الحقيقة ومجهود مجموعة من الشركات الخاصة عندنا وعود مالية بالنسبة للفترة القادمة إن شاء الله بحوالي 80 ألف دينار من رجال أعمال دي جروب فهمت من ولاية نابل. من ولاية نابل بالطبيعة فهمت لتوفير زاد المستلزمات الطبية. يعني هذا ان شاء الله اوكور دو لاسمان بروشان ان شاء الله يكون متوفر وحسب لي بيزوان الحاجيات نتاع مختلف المؤسسات الصحيه الموجوده على مستوى الولايه. يعني طلبت من السيد مدير جهوي للصحه العموميه انه يحضر لنا قائمه في المستلزمات باش نجموا ان شاء الله لازم اقتنائها رجال الاعمال اللي موجودين يقوموا باقتناء هذه المستلزمات الطبية وتوفيرها للإطار الطبي متاعنا. كذلك على مستوى الإعاشة إعاشة يعني توسكي أكس شركة المزرعة زادة مشكورة وفرت لنا تقريبا لحد الآن بريمير ترانش بتاع 500 كيلو دجاج بالنسبة للعوان الصحة وكذلك للعوان الأمن. وهذا مجهود الحقيقة يعاونوا فينا بصفة دائمة هما الحقيقة ماهوش أما اكسبسيونيلمون نظرا للظرف هذا طلبت منهم زادة باش يضعفوا المجهود وإن شاء الله يزيدوا باش يزيدوا يوفروا كميات أخرى لإطاراتنا وعواننا في الطب في الامن أي. في الطب والامن اسونسيلمون. كذلك شكر كبير لشركه جودي اللي هي يعني شركه عريقه في مواد التنظيف في مواد التنظيف وهذا زاد يدخل في اطار مجهودات الولايه ومجهودات المعتمديات. ولنا تحيه كبيره للساده المعتمدين والعمد السادة رؤساء البلديات على كل المجهودات اللي يقوموا بها من أجل الوقاية والتنظيف والتعقيم المقرات الأمنية والإدارية حفاظا على سلامة العوان والمواطنين بصفة عامة. الشركة تقريبا وفرت أكثر من 3000 لتر من مواد التنظيف فهمت اللي وقع توزيعها سواء من مستوى الجهوي من مستوى الولاية أو عن طريق المعتمدين في معتمدياتهم. ونختنم هالفرصة الحقيقة
باش نزيد ان ندعو مواطنينا اهالينا للتبرع وتقديم مساعدات. كما تعرف ما قلت كنت نسمع فيك وزافي بيان دي راهو المجهود هو مجهود جماعي مجتمع مدني مؤسسات خاصة الدولة الأشخاص مواطنين يعني كنا مع بعضنا احنا هذه ما احنا ان شاء الله نتعنديوها على خير ان شاء الله الناس كل مع بعضنا نتعاون باش نحميو مواطنينا باش نحميو إطاراتنا الطبية باش نحميو إطاراتنا الأمنية. هذا الكل هذا الهدف الحقيقة متاعنا اللي نسعاوله وان شاء الله ان شاء الله ربي في اقرب ان شاء الله ربي يحمي بلادنا ان شاء الله يا رب. هيك علاش نقول دعوه المواطنين باش يتبرعوا للمكتب الجهوي للتضامن الاجتماعي معناها يتصلوا بالمكتب اللي يحب يتبرع يمشي ديريكت المكتب. اي واحد يحب يتبرع اي مواطن اي شركه تتجه ديريكتومون للمكتب الجهوي للتضامن الاجتماعي هو المؤهل قانونا لتوزيع المساعدات الاجتماعية. باهي برشا. يعني هذا سي أنا بيل أنا الحقيقة منذ قليل كنت في اجتماع لجنة التضامن والتآزر الاجتماعي الجهوي. معي مدير كان معي مدير شؤون اجتماعية ومدير مكتب جهوي التضامن الاجتماعي الحقيقة لتنظيم عملية المساعدات الاجتماعية كما تعرف اللي بطبيعة الحال كما أعلن عليها السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الشؤون الاجتماعية إن شاء الله لـ 30 مارس يقع تحديدها وكيفية صرفها وعن طريق البريد وما إلى ذلك. لكن احنا هذا نابيل إن شاء الله الناس كل يد واحدة الناس كل نتعاونوا. كذلك غدوة يمكن نستقبل الحقيقة إنيشيتيف من مجموعة من الشبان في منطقة مدينة بن خيار اللي قاعدين زادة يصنعوا سي محمد تليفون قص تليفون قص يبدو انه ثم مشكله في التليفون. على كل حال خلينا كل المعلومات اللازمه وكما قلنا محلاه التونسي كي يتوحد وراو كل ولايه كما كنا نحكي توا لازم يكون تضافر وتعاون ما بين مختلف الاطراف مجتمع مدني سلطه جهويه ومحليه وكيف كيف زاد الناس رجال الاعمال ولا المؤسسات الاقتصاديه الكبرى اللي نجم يعاون ايد واحده ما تصفقش. دونك العباد الكل اللي قادرة اليوم تقدم الإعانة كسواء المادية وإلا عن طريق صنع الكمامات وال اللباس الخاص للإطار الطبي شبه الطبي عنا برشا معامل متاع خياطة وحتى يبدأ أتولية صغير مثالش نعاونه كل واحد من جهته بشوية بشوية النجم وكيكا نحلوا برشا مشاكل وما نقعدوش نستنى في السلطة المركزية باش نجم تحل مشاكل احنا لهنا وحدنا بتضافر الجهود نجموا ان نحلها. دونك احنا نمشيو للموسيقى ونرجعوا بعد شويه مكملين معاكم حتى نص النهار وكالعاده الموعد اليوم بعد شويه معي يكون مع الاستاذ عمر بن عربيه باش نحكيوا اليوم في الكلمه الطيبه على قيمه الصبر وعلى اسم الله الصبور ونعرفوا اليوم قيمه الصبر شنية بالضبط وكيفاش نجموا ناخذوا من الاسم هذايا والصفه هذيا من صفات الله ونستخدموها اليوم ونركزوا عليها برشا في الوضع الدقيق اليوم اللي عايشينه وخاصة في الحصرة اللي عايشها اليوم التونسي مع حظر الجولان والحجر الصحي الشامل. راجعين بعد الموسيقى.